وللوقوف على ظاهرة زيادة تهريب المخدرات من سوريا، ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية المحلل السياسي والأمني السوري أديب العليوي. أهلا بك أستاذ أديب. يعني بداية، ما الدور الذي يلعبه النظام في سوريا في إنتاج وتهريب المخدرات وتوزيعها لعموم المنطقة؟ مساء الخير، تحية لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. يعني حقيقة الدور الذي يلعبه النظام هو دور أساسي و ليس جديدا، يعني ولو عدنا بالذاكرة قليلا إلى الخلف لعلمنا أن النظام هو شريك أساسي، وخاصة عندما كانت مزارع في جنوب لبنان وفي البقاع التي سيطر عليها حزب الله هو شريك أساسي لهذه المزارع. نعم. ويتم تهريب المخدرات من لبنان باتجاه سوريا عبر عائلة بيت الأسد التي تعرف سياراتهم الشبحية، كانت تعرف بالشبيحة، وبالتالي أطلقت التسمية من خلال تهريبهم القوافل السيارات التي كانت تهرب من خلالها المخدرات من لبنان إلى سوريا. وبالتالي دور النظام دور أساسي في يعني عملية تهريب المخدرات، ولكن كان دوره كشريك، بمعنى أن سوريا من خلال جغرافيتها كان يعني الموقع الجغرافي لسوريا كعقدة، عقدة مواصلات، بمعنى أنها تمر المخدرات من خلالها باتجاه دول الخليج، ويمكن أن تمر باتجاه تركيا وباتجاه قبرص. لذلك كان النظام عقدة مواصلات رئيسية وهو شريك أساسي في هذه اللعبة. ولكن في الحقيقة في الفترة الحالية انتقل من حالة الشريك إلى حالة المنتج والمصنع. نعم سيد أديب، لماذا برأيك انخراط النظام في سوريا بعمليات الإنتاج والتهريب للمخدرات لدول المنطقة؟ وهل بالفعل أصبح أحد موارد النظام هو إنتاج وتهريب المخدرات؟ يا سيدي الكريم، بلا شك هو أحد المصادر الرئيسية للتمويل الحالية، بمعنى أن النظام هو الآن تمويله الرئيسي هو من خلال المخدرات والكبتاجون والمصانع التي تمت لتصنيع المخدرات وما شابهها. لكن في الواقع هي الفكرة بالأساس هي فكرة إيرانية، بمعنى آخر أن إيران هي المفكر الرئيسي في هذا الموضوع، وهي التي أوحت إلى حزب الله، وبالتالي حزب الله هو كان له كل مناطق الجنوب اللبناني، إلى إضافة إلى ذلك كل البقاع اللبناني هو كان تحت تصرف حزب الله، ومزارع الحشيش ومزارع موجودة في هذه المناطق التي يسيطر عليها حزب الله. إضافة إلى ذلك كان هناك تصنيع لحبوب الكبتاجون وتوزيعها باتجاهات مختلفة من خلال سوريا إلى الخليج وغيره. ولذلك النظام، بمعنى أن النظام طالما أن حزب الله فكرته إيرانية، أيضا النظام فكرته إيرانية. بمعنى آخر أن إيران هي المفكر الرئيسي لهذا الموضوع، وهي التي أوحت للجميع، لأن الموضوع إيديولوجيا إيرانية تحاول أن تفسد الشباب العربي، أن تفسد شباب الخليج. هذه فكرة رئيسية تعتمد على الحقيقة الميليشيات أو إيران بشكل خاص، ووزعتها باتجاه الميليشيات الإيرانية. إلى سؤال آخر سيد أديب، يعني ما الدور الذي تلعبه الميليشيات الموالية لإيران في هذه التجارة التي أصبحت إمبراطورية على حد وصف الإعلام الغربي؟ نعم يا سيدي، كما قلنا أن الميليشيات الإيرانية هي مصدر تمويلها الرئيسي، ومنذ القديم هو على سبيل المثال حزب الله مصدر تمويلها الرئيسي، هو يعني صحيح هناك مساعدات إيرانية، ولكن في الحقيقة مصدر تمويلها الرئيسي هو المخدرات والحشيش الذي يزرعه حزب الله. ويعني فقط معلومة، منذ يومين هناك مزارع غربي مدينة الرقة يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، تم 1500 درهم تسليمها في غرب الرقة في منطقة دبسي فرج، تم استلامها من الحرس الثوري الإيراني، استلمها حزب الله لزراعة المخدرات على ضفاف الفرات. بمعنى أن الميليشيات الإيرانية لها دور كبير، وهي شريكة النظام وشريكة إيران في هذا الموضوع، وهي التي تعمل بشكل كبير إن كان في لبنان وإن كان في سوريا لزراعة وتوزيع المخدرات على الاتجاهات الأربعة. إلى السؤال الأخير سيد ديب، يعني لماذا برأيك لا يتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه التجارة كما فعل سابقا في كولومبيا مثلا؟ يا سيدي الكريم، بالنسبة للمجتمع الدولي وهل يهتم المجتمع الدولي ويحرص على عدم إفساد الشباب العربي؟ يعني هل اهتم المجتمع الدولي بالأصل أصلا
في عندما استخدم النظام الأسد الكيماوي ضد شعبه وقتل الأطفال والمدنيين والنساء والشيوخ. المجتمع الدولي اهتم في موضوع كولومبيا لأنها متاخمة للولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تغزو سوق الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليس لأن المجتمع الدولي لديه من الأخلاق ما يمنع إيران وحزب الله من استخدام الحشيش والمخدرات لإفساد الشباب العربي. المحلل السياسي والأمني السوري أديب العليوي كنت معنا عبر الهاتف من الريحانية، شكرا جزيلا لك.